بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. أحبائي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم أخبار بلدنا. طبعا الناس اللي شافونا المرة اللي فاتت وتابعونا، احنا كان معانا ضيوفنا الأعزاء اللي معانا النهاردة، بس لظرف ما هم مرضيوش يفصحوا عنه. حصل ظرف مع في حالة إنسانية في الطريق، وهم فضلوا مساعدة الحالة الإنسانية دي في على الحلقة. فاحنا طبعا إدارة البرنامج وإدارة القناة أصرت إن احنا يبقى لازم يبقى معانا الوجوه الشابة الطموحة دي، اللي لازم نعرض وجهة نظرهم ولازم نعرض فكرتهم وطريقتهم في النجاح وطريقة شغلهم. برحب بالأستاذة رويدة الشامي. أهلا بحضرتك يا أستاذة. برحب بالأستاذ محمد شعبان أبو هيبة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا أستاذ محمد، منورانا يا أستاذة رويدة، والحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا أستاذ محمد. الله يسلمك، ربنا يعزك. طبعا يعني إحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا يعني في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب والنهوض بالمشروعات والشباب وقوانين الاستثمار، أنا شفت حاجة جميلة وحاجة مشرفة عندكم يا أستاذ محمد، وحابب بقى أتعرف يعني نبدأ ليدز فيرست، نبدأ بالأستاذة رويدة. أستاذة رويدة، يعني الفكرة جات لحضرتك إزاي؟ عن طريق السوشيال ميديا والفيسبوك، عادي جدا زينا كلنا بنبقى ماسكين الموبايل بنقلب كده في الموبايل، فجأة لقيت قدامي صفحة على الفيس لمبادرة تخص المصريين اسمها المصريين أولى. لقيت عندهم فكر كويس ولقيت عندهم تدريب للشباب في اكتر من مجال، فقلت طب ليه لا اروح اشوف الناس دي بتتكلم في ايه او اشوف الدنيا ماشيه ازاي. تمام. اتصلت بيهم بالتليفون فعلا واخدت العنوان وتواصلت معاهم ورحت بالفعل واتدربت عندهم فعلا حوالي اسبوع تقريبا، وبدات الفكره تكبر معايا وبدات افكر في الموضوع بقى اكبره ازاي وانميه ازاي وابحث بقى في اكتر من اتجاه علشان اشوف هبدا ازاي وهنجح الموضوع ازاي. يعني الموضوع جاب محض الصدفه كده، مش جداً. يعني ما كانش مش حاجه مترتبه خالص. يعني انا والدي ملوش علاقه بالمجال ولا والدتي ولا حد من اهلي، لا بالعكس هو مجال جديد علينا يعني. تمام. طيب استاذ محمد، بما ان حضرتك رئيس مجلس اداره المصنع، يعني حابب اعرف برضه استاذ محمد الصعوبات اللي بتقابلها في التوزيع او في التصنيع، في توفير العماله والامكانيات اللي تقدر تساعدك بيها الدوله. والله هو موضوع التصنيع الكوتش ده ليه كذا مرحله. تمام. فبنحاول ان احنا نعمل المنتج عالي جدا جدا، جوده عاليه جدا جدا، عشان خاطر نقدر ننافس بيه المستورد. وبالنسبه للموضوع اللهم صل على سيدنا محمد، التسويق. بنحاول ان احنا نوصل المنتج للتاجر، دي اول مره، ونوصل المنتج ان التاجر يجي يشوف الكوتش بتاعنا والمنتج بتاعنا. تمام. وبعد كده التاجر هو اللي بيجينا لحد عندنا. يعني بتحاول تسوق منتجات المصنع عن طريق ان انت بتوصل المنتج نفسه للتاجر. للتاجر بعد كده التاجر هو اللي بيجينا لحد عندنا ويشوف وياخد الشغل الكميه اللي هو عايزها. طيب استاذ محمد، انت عندك حاجه في المصنع يعني نقدر نشوف ونقول ان دي هي المستورد؟ طبعا. مفيش فرق؟ طبعا. لا مفيش فرق طبعا. انا شفت حاجه كويسه بصراحه، احنا يعني بننافس حاجه كويسه. بالعكس احنا بننافس المستورد. يعني الكوتش بتاعنا بننافس المستورد. احنا عندنا 3 شرايح. الشريحة الثالثه دي هي بتنافس المستورد، اللي هي اول حاجه. اللي هي اول حاجه اعلى كواليتي. طبعا. طيب بالنسبه للسوق المنافس لحضرتك بقى، هو السوق الصيني بس؟ لا. ولا في مصانع زيك برضه؟ في مصانع برضه في مصر كتير. في مصانع في مصر كتير، وفي ناس مش بتحب المستورد، لا بتحب تشجع المنتج المصري. تمام. منتج بلدها. تمام. بس وبرضو اسعاره بتبقى مناسبه بالنسبه لهم الى حد ما. طبعا. طيب الاستاذه رويده، يعني احنا اتكلمنا في التليفون المره اللي فاتت وسالت حضرتك كام سؤال، بس انا برضو حابب ان الناس تشوفك وتسمع منك كده لايف. ليه صناعه الاحذيه بصفه يعني ليه اشمعنى احذيه؟ يعني انت كسيده ملابس اكسسوار فاشون كده يتماشى مع طبيعه حضرتك كسيده، ومع ان يعني المجال بتاع الاحذيه اغلب العماله فيه رجال على ما اظن، صح؟ صحيح، دي حقيقه. تمام. حقيقة. طيب اشمعنى بقى؟ هو تقريبا على ما اعتقد يمكن انا الست الوحيده اللي في المجال ده فعلا. لا والله، يمكن دي حاجه غريبه جدا. ما شاء الله عليك. ربنا يكرمك. هي الفكره كلها زي ما قلت لحضرتك المره اللي فاتت في المداخله التليفونيه اللي كنا اتكلمنا فيها في الموضوع ده، انا حبيت اطلع بره فكر اللي هو داخل الصندوق. لا. تمام. اطلع بقى خارج الصندوق، نبتدي حاجه مختلفه، فكر جديد.
ونبتدي نشوف الدنيا تمشي ازاي. يعني مش لازم اطلع مدرسه، مش لازم اطلع اشتغل مش عارفه ايه، لا ممكن نطلع برضو نشتغل في حاجات تانية ونثبت نفسنا فيها. فحبيت ان انا ادخل مجال جديد استهواني، وهو اكتر حاجه استهوتني فيه ان هو مجال مختلف عن مجال السيدات. انا عموما بطبعي بحب الاختلاف في اي حاجه، ما بحبش التقليد لاي فكره. يعني انا شخصيتي لا تقبل التقليد مثلا لفكره لبس، لفكره شغل، لاي فكره عموما. فانا احب دايما الاختلاف واثبت نفسي بقى في الاختلاف ده او انجح في الاختلاف ده. فبالنسبه لي الموضوع ما كانش صعب كفكره، لا بالعكس، بس هو كان الصعوبه في ان انا ازاي انجح في الفكره دي. تمام. مش اكتر. لكن حته ان انا خفت ان هو كمجال رجال او كده، لا الحمد لله ما خفتش. او انا عموما شخصيتي ما يعني الحمد لله ما بخافش من شيء يعني. فدخلت عادي ما فيش اي مشكله والحمد لله ربنا وفقني. طيب على النقيض بقى يا استاذه، يعني ازاي بتقدري توفقي ما بين اداره مصنع تمام بالعماله بتاعته بالتسويق بشغله، وما بين حياتك الشخصيه وما بين بيتك وما بين زوجك وما بين اولادك؟ طبعا هو الموضوع صعب، عشان بس يعني اكيد طبعا يعني هو طبعا الموضوع صعب ومحتاج مجهود كبير، وما انكرش ان ممكن اوقات الشغل بيجي على البيت شويه. تمام. لكن الحمد لله يمكن عندي الجند المجهول، ما اقدرش يعني انكر دورها برضو زي اي بنت مصريه والدتها سند ليها او بتشيل عنها بصراحه كتير. الحمد لله والدتي ربنا يديلها الصحه وطولة عمر برضو بتشيل كتير معايا في فكره الاولاد والبيت والدنيا. لكن الحمد لله الامور ماشيه، بنضغط شويه هنا بيجي شويه كده وشويه كده، لكن الحمد لله في الاخر بعرف امشي الدنيا ازاي، او ما بسيبش الامور لغايه ما الامر يفلت مني، او ان انا اجي على حاجه حساب حاجه، لا الحمد لله الامور ماشيه. يعني بنعرف نوفق ما بين ده وما بين اداره المصنع والشغل الحمد لله. طيب استاذ محمد، برضو حابب اعرف من حضرتك انت يعني ازاي قدرت تعمل اسم يعني براند كده ما شاء الله. يعني انا برضو قبل الحلقه وقبل ما نتكلم خالص، ويعني سألت برضو كام حد وكده، يعني لقيت ما شاء الله الاسم مسمع والمصنع شغله جميل. ازاي قدرت تعمل الاسم دوت، وازاي قدرت يعني تتميز بالسرعة دي وفي الفترة البسيطة دي؟ والله احنا اشتغلنا واجتهدنا، واحنا بنحب الطموح، بنحب النجاح، مش بنحب نفشل. تمام. لا صعدنا، فضلنا نضغط على نفسنا، تعبنا شوية في الاول يعني، اكيد لازم جدا جدا. واشتغلنا واجتهدنا وربنا وفقنا الحمد لله. الحمد لله. طيب استاذ محمد، سوق المستورد عموما يعني الفتره بتاعت ازمه كورونا ادت فرصه للمنتجات المصريه ان هي تظهر؟ اه طبعا. واحنا مش عاوزين نتعود او الشعب المصري كله يتعود على المستورد، لا احنا عاوزين نصدر بره مصر. اكيد احنا مش عاوزين نستورد، يعني مش عاوزين نجيب منتج داخل مصر، لا بالعكس احنا عاوزين نصدر بره مصر. تمام. فمش عاوزين نعتمد على المنتج اللي هو احنا هنجيبه من الصين من هنا، لا احنا شغلنا كمصنع الشامي او اي مصنع تاني، لا بسم الله ما شاء الله والله شغل. استاذ محمد، مكان المصنع فين عشان برضو الناس اللي معانا؟ في بني سويف. احنا لينا فرعين، فرع في بني سويف الشرق النيل. تمام. وفرع في الاباصيري. فرع في بني سويف، في بني سويف الاباصيري، وفرع في شرق النيل في مدينه صناعيه. تمام. طيب استاذه رويده، برضو منتجات المصنع بتختلف كتير ولا يعني زي ما قال الاستاذ محمد احنا في ليفل عندنا معين بينافس المستورد ده في كل الشغل بتاعنا، ولا حاجه معينه اللي هي الكوتشي؟ لا في كل الشغل بتاعنا، في كل الشغل بس على بقى مستويات وعلى اسعار. تمام. يعني هقول لحضرتك طبعا المستورد اللي احنا بنتكلم عليه في مستويات اكيد، فالمستوى الكواليتي العالي والشغل اللي هو اللي يعتبر براند والحاجات اللي هي الكويسه، وفي برضه عندهم الشغل اللي هو الشعبي، وفي عندهم شغل بتاع الطبقه المتوسطه. تمام. احنا كمصنع الشامي بننزل منافسه بمنتج من عندنا ينافس كل منتج من عندهم في نفس الطبقه وفي نفس يعني الليفل. كل المستويات موجوده الحمد لله. يعني هو عنده منتج شعبي انا بنزل منتج شعبي، هو بيتكلم في سعر انا بتكلم في سعر اقل منه الحمد لله. تمام. لا ده بل بالعكس كمان الله. احنا بنحاول نوفر على الناس في حاجات كتير، بنحاول ان احنا نسهل في حاجات كتير زي الشحن، زي تكلفه كتير هو ممكن يتحملها، ممكن جمارك، ممكن يقعد يستنى مش عارفه يجي له طرد ياخد معاه وقت قد ايه، كل ده بقى عندنا احنا طبعا هنا كمصنع مصري اصيل لا بنوفره له. ومش بس كده، يعني انا في حاجه حلوه قوي وسطاني في الموضوع، ان انا كمصنع مصري مش شغاله لوحدي، لا انا بتعامل
عامل مع مصنع نعول مصري، مصنع ربطة للكوتش، يعني هي دايرة مقفولة، دايرة مقفولة كلها. انا عايزة اشجع شباب بلدي، مش انا بس يعني، انا مش هشتغل لوحدي، مش هنجح لوحدي، لا احنا كلنا منظومة بنكمل بعض، وده الحلو في الموضوع. ليه احنا كمصريين ما نشجعش بعض، ما نقفش جنب بعض، ما نشغلش بعض ونبقى ايد واحدة لحد ما نطلع منتج في الاخر نقول ده منتج مصري اصلي. يعني معنى كلام حضرتك ان كل المنتج بالكامل عن مصري، في مصنع الشامي كله بالكامل، كل قطعه في المنتج مصري. مصري، هي مش كلها مصنع الشامي، لكن كلها مصري، كلها. لا لا، انا اقصد يعني كل قطعه او كل جزء من المنتج اللي في مصنع الشامي مصري 100%. ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليك يا استاذ. طيب يعني احنا ممكن نقول احنا بتميز في حاجه قوي، وفي حاجة احنا برضو لسه في المرحلة اللي جاية هنظبطها. تمام، ايه الجديد في المرحلة الجاية في مصنع الشامي؟ احنا علشان نتميز قوي، تمام، وعلشان ما نبقاش مصنع زي ما بيتقال كده تقفيل مصري وشغل تحت السلم والكلام اللي احنا بنسمعه الكتير للأسف، ده اللي هو يعني بيضايق الواحد قوي لما بيسمعه. على فكرة أنا عن نفسي شايفة أن المصانع المصرية مظلومة، في مصانع كتير شغالة، مش شرط كأحذية بس، لا حتى في الملابس. تمام، ما شاء الله أنا شايفة أن في مصانع شغالة أفضل من المستورد، بس للأسف مش واخدة حقها. طيب نرجع نتكلم عن موضوعنا وعن المصنع بتاعنا. طب أعرف بس الأول، مش واخدة حقها في إيه؟ الاسم، الصيت، عقدة الخواجة. لا انا عايز المستورد. مستورد ايه؟ ما هو صيني، والصيني بيدي للتاجر على قد فلوسه، ما هو ممكن يديله حاجه يعني رديئه جدا 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 والتاجر يروح يجيبها بارخص الاثمان. بس برضو احنا زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت ان قلنا عقده الخواجه بدات ان هي الموضوع فيها والحده بتاعتها دي بدات تقل شويه في حتى مع التجار يعني. انا لما بتعامل مع التجار دلوقتي، لما التاجر بيشوف شغلي يقول لي معقول ده شغل مصري، اقول له يقول لي فورا هتعامل معاكم، فده دليل ان الحمد لله شغلنا مسمى. احنا عرضنا الفيديو بتاع حضرتك المره اللي فاتت، وانا يعني ناس كتيره كلموني وتجار، فانا قلت لهم يا جماعه الرقم، وبرضه عايزين ننزل الرقم يا جماعه في الكنترول بعد اذنكم بتاع المصنع للتواصل عشان الناس. بس اتفضلي يا استاذه معاكي. بس فالتجار نفسهم لقوا اقبال من الناس، يعني الناس نفسها مش غاويه تشتري مستورد، هي الناس كل الفكره عايزه تلاقي بديل مصري اصيل كويس. طالما لقوا بديل كويس خلاص اوريدي هيتعاملوا مع البديل، هي الناس برده مش غاويه تجيب مستورد غير ان هي ما لقتش ده في المصري، فاحنا وفرنا ده في المصري، فبيجي يشوف والله افضل من المستورد. يعني علشان اكون صادقه معاك، يعني احنا في شهر كريم، لا احنا فعلا والله عدينا المستورد. انا بشوف المستورد شكل، يعني هو مجرد شكل فقط، لكن تعالى امسك خامه ومضمون، لا عندنا احنا بقى كمصريين لا افضل. حتى السكايات عندنا والجلود عندنا بتطلع من من مصريين هنا، احنا بنجيبها منهم كخامات افضل بكتير من اللي احنا بنشوفها جايه مستورد من بره. انا زي ما قلت لحضرتك انا مش شغاله لوحدي، احنا منظومه بنكمل بعض. أكيد. انا كمصنع بيجمع وبيطلع في الاخر منتج كويس بكواليتي عالي، لكن انا مش شغاله لوحدي، ما هو في مصنع نعول مصري مديني نعل ممتاز، في عندي مصنع مطلع لي جلود وسقايات ممتازه بقدر اشتغل بتخدم بيها. على شغلك بالظبط كده. فالحمد لله انا شايفه ان احنا كمصانع مصريه لا احنا رقم واحد ونعدي المستورد. الفكره كلها ان انا بقى كمصنع الشامي بدماغي بقدر اطلع موديل كويس واطلع شكل في الاخر كويس لكل الكواليتي ده او لكل الحاجات اللي احنا جمعناها مع بعض دي من المصنع. ان شاء الله يعني عن قريب نلاقي يعني اسم الشامي في كل البلاد العربيه، وان شاء الله والاستيراد كمان والدول العربيه، ده هدفنا. طيب. فعلا استاذ محمد، انا حابب اتكلم شويه عن فرص العمل اللي بيتيحها المصنع عند حضرتك. في عمالة قد ايه في المصنع عند حضرتك يا استاذ محمد؟ والله في الوقت اللي احنا فيه ضغط عشان خاطر موضوع المرض ده وكده والاوباء، شغال تقريبا عن حاجه و25. تمام، انما في الايام العاديه لا بيعدي 60. تمام، بيعدي 60 عامل. وانا بتكلم مع الاستاذه رويده في المداخله اللي فاتت بتقول لي ان انت بتصر على ان انت يعني بتفرز العماله اللي عندك. طبعا مش اي حد بيشتغل في مصنع الشامي يعني. لا لا مش اي حد. انتوا حابين الناس اللي عندكم زيكم. لا احنا عاوزين الناس اللي عندنا عارف ربنا وتكون متكين ربنا في الشغل. تمام، والفينش بتاعهم عالي، لان احنا عندنا المنتج بتاعنا الفينش بتاعه اعلى حاجه في السوق ما شاء الله، لان احنا بننافس كذا مصنع. تمام، فما ينفعش اي حد يجي يشتغل عندنا وخلاص، لازم يكون عنده خبره كافيه.
طيب استاذه رويده، يعني برضو المره اللي فاتت اتكلمنا في حته التطوير وحته ان احنا ممكن يعني نستفيد من الامكانيات ومن التسهيلات اللي بتقدمها الدوله وفي دعم الشباب وتعديل قانون الاستثمار الجديد، ايه طموحك في الحته دي، في حته مسانده الدوله لمشروع زي ده؟ طبعا عندي طموح كبير جدا، وارد جدا ان انا الفتره اللي جايه احب ان انا اكبر الموضوع جدا، او ان انا اجيب مكان آلي احدث، ووارد ان انا احب ان انا افتح بدل الفرع فرع واثنين وثلاثه واربعه في اكتر من محافظه هنا. تمام. ليه لا؟ بس الى الان كبدايه بالنسبه لي انا هي بدايه بجهودنا احنا الذاتيه، لكن الحمد لله بدايه كويسه وبدايه قويه. لكن في الفتره اللي جايه بفكر في ايه؟ طبعا بفكر اطور مشروعنا، لكن مستنيه اوصل لمرحله معينه بس. لكن طبعا المرحله دي بفكر فيها ان انا ادخل مكان تاني احدث واحدث من بره، وابتدي اظبط الدنيا عشان اطلع منتج كمان افضل وافضل من الموجود دلوقتي. متوقف على حاجه واحده، وهي ان انا ابتدي اصدر للدول التانيه. يعني في نيه فعلا للتوسع طبعا احنا من قبل ما نبدا، واحنا حاطين انا حاطه في دماغي الهدف ده، لازم تمام. يبقى عندنا بطاقه تصديريه ونبتدي نصدر للدول التانيه. مش هنكتفي على ان منتجنا يبقى داخل مصر فقط، لا، احنا لازم المنتج المصري يغزو العالم. ليه لا؟ يعني هي الدول اللي بتجيب لنا مش احسن مننا؟ طالما عندنا منتج ومدام عندنا كويس حاجه كويسه ننافس. ما دام عندنا حاجه كويسه بالظبط. طيب انا برضو يعني قبل ما اطلع فاصل حابب اعرف من استاذ محمد، او عايز حضرتك توجه رساله للشباب. وبرضو انا يعني انا عايز اقول لحضرتك يا استاذ محمد، انا مفيش ضيف بيجي معايا البرنامج الا لما بساله نفس السؤال ده. عايز حضرتك توجه رساله للشباب اللي قاعد مستني الوظيفه بتاعه رئيس مجلس الاداره ووظيفه مدير البنك. لا، انا بقول لكل الشباب المصري، لا، انزل واشتغل واجتهد. مش شرط ان انت تفتح مصنع احذيه، او مش شرط ان انت تبقى محاسب او موظف في شركه، لا، انزل اشتغل لو معك اقل تكلفه. تمام. انزل اشتغل في الملابس، في الاحذيه، في اي شغل. ما تستناش ان انت تبقى قاعد في بيتك مستني وظيفتك، لا، انزل واشتغل في اي مجال، يبقى ليك طموح. لا، عاوز ابقى كذا، عاوز ابقى كذا، عاوز اوصل لمرحله كذا. احنا انا ده مش مجالي، ده مجال المدام. تمام. وانا عندي شركه مولات، لا، وساعدتها وقفت جنبها وفتحت لها المصنع واجتهدت معاها، كنا بنشتغل ليل ونهار عشان نوصل للي احنا وصلنا له ده. تمام. ربنا يوسع عليكم يا استاذ محمد. استاذه رويده، حابب برضو حضرتك توجهي رساله للشباب وازاي يستفيدوا من تجربتك. والله انا هقول لهم يا جماعه، الوضع اختلف، الظروف اتغيرت. الوضع اللي احنا فيه ده دلوقتي البقاء للاكفأ والبقاء للافضل. تمام. ومفيش مجال للناس بقى اللي هي كانت بتقعد على الكافيهات وبتنام في البيوت وعايزه تحقق وتحقق، لا، ابتدي من النهارده، حط لنفسك هدف وقول انا بعد سنه ان شاء الله هوصله. انت مش هتوصله في يوم وليله اكيد، لكن بعد سنه هتوصله بمجهودك وبتعبك. يعني ده 1000000%، تعبك مش هيروح، يعني لا يضيع الله اجر من احسن عمله. فانت أكيد. اشتغل وتعب واجتهد هتلاقي. حط لنفسك هدف وحلم، انا عايز يبقى عندي عربيه، هيبقى عندك عربيه، بس اتعب علشان توصل لها. انا عايز يبقى عندي مكتب، جميل، اتعب علشان توصل للمكتب. انا عايز يبقى عندي مشروع، ايا كان، شوف توجهاتك ايه، دماغك فيها ايه، وابتدي اتعب، اشتغل عند صاحب المكان ده لحد ما تكبر عنده شويه شويه، ويبقى انت عندك مشروع زيه بالظبط وتنافسه. ليه لا؟ وشفناها كتير. لكن فكره الطموح يبقى مش موجود، او الناس تقول ما هو اصل اللي عمل زمان، يبقى احنا مش هنعمل حاجه. يبقى معنى كده ان الجيل اللي موجود دلوقتي ده يموت، واللي جاي بعدنا ده مش هيبقى موجود. طبعا ده مش صحيح. لا، هي الفكره كلها، طول ما انت عندك طموح وطول ما انت عندك هدف هتحققه. بس قول انا حاطط في دماغي الهدف ده هوصل له بعد سنتين، هتوصل له بعد سنتين، هوصل له بعد سنه، هتوصل له بعد سنه. وابتدي اجتهد واتعب، والعجله هتدور معاك. يعني مفيش حاجه اسمها ان انت تفضل واقف في مكانك وتتخيل ان انت احلامك هتكبر، وتبص للي حواليك فلان بقى عنده، فلان بقى مش عارفه ايه. لا طبعا، ما هي يعني الاحلام مش بالتمني، يعني الموضوع كله لازم يبقى عندك هدف وتبتدي تسعى له علشان تحققه. اكيد. يعني هكمل مع حضرتك يا استاذه، عندي اكتر من سؤال لحضرتك والاستاذ محمد، بس هناخد فاصل اعلامي ونرجع لحضراتكم. فاصل ونواصل. Thank you.
ورجعنا لكم تاني يا احبائي الكرام، وما زال في استضافتي الاستاذ محمد شعبان ابو هيبه والاستاذه رويده الشامي. استاذ محمد، اخيرا يعني حابب اعرف من حضرتك برضو، يعني الاستاذ محمد، مصنع الشامي انت شايفه فين بعد سنه او اتنين؟ لا ان شاء الله انا شايف المصنع الشامي بعد الموسم الجاي ده، مش بعد السنه ولا الموسم الجاي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله الرحمن. كلنا فروح كتيره في بني سويف، فرع في المنيا، فرع في اسيوط، فرع وجه بحري، حريف في السويس، وحابين نكبر المجال ان شاء الله. استاذ رويده، يعني شايفه نفسك فين بقى الموسم الجاي زي ما الاستاذ محمد بيقول؟ شايفه نفسي في معارض خارج مصر، شايفه منتج الشامي في دول تانية غير مصر، شايفه اسم الشامي كده قدامي منور في دول تانية. بس طيب، معانا مكالمة تليفونية. الأستاذ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ محمد. ازيك يا فندم، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا أستاذ محمد، عامل ايه؟ كل سنة وحضرتك طيب. وأنت بالصحة والسلامة يا فندم، الله يرضى عنك، أخبارك ايه؟ الحمد لله يا باشا. اتفضل يا أستاذ محمد. اتفضل يا أستاذ محمد، سامعينك. ازي ضيوفك الكرام، عاملين ايه؟ تمام يا أستاذ محمد، منوريني النهاردة هم، الحمد لله. عاوز اسلم على الاستاذ محمد ابو هيبه جنبك. اتفضل استاذ محمد، معاك. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا محمد، ربنا يخليك يا رب. الله يبارك فيك يا باشا، عامل ايه؟ الحمد لله محمد، ربنا يعزك. كل عام وحضرتك طيب، وكل عام وحضرتك منورنا دايما، ويعني الله اكبر عليك يا استاذ محمد، الله يرضى عنك يا رب. استاذ محمد، ايه راي حضرتك في منتجات مصنع الشامي؟ والله انا بكل فخر النهارده بتصل بالقناه، ومبسوط جدا بالشغل بتاع الاستاذ محمد. حضرتك بتتعامل مع المصنع؟ اه، انا زبون جمله واخد شغل كتير من الاستاذ محمد السنه دي. فرق كتير يا استاذ محمد ما بين المستورد وما بين المصنع الشامي؟ الله اكبر ولله الحمد، يعني احنا اخيرا وجدنا مصنع بينافس المستورد، رغم ان اسعاره اقل بكتير جدا من اسعار المستورد. معقول الكلام ده؟ ولا انت صاحب الاستاذ محمد ولا ايه؟ يا باشا انا عندي محل في مركز سموسطة. تمام، تقدر حضرتك تسال على محل بورسعيد للجمله في مركز سموسطة. يعني انت شايف ان مصنع الشامي بينافس المنتج المستورد فعلا؟ الله اكبر، يعني غالبا هو المصنع لما تعاملنا معاه السنه دي خدنا اغلب الشغل، بقى العربيه بتروح وتجيب للمحل اغلب الشغل، بطلنا شويه في المستورد من ساعه لما تعاملنا مع الاستاذ محمد. شكرا يا استاذ محمد، شكرا، شكرا يا استاذ محمد. يعني حاجة جميلة وحاجة مشرفة. يعني أنا كان نفسي إن أنا أعمل حلقة واثنين وثلاثة، بس إن شاء الله أستاذ محمد وعد من حضرتك زي ما قلت لي والأستاذة رويدة، إحنا مع بعض في استفاضة بعد العيد. أنا عارف إن أنا جايبكم وده موسم عندكم في الشغل، بس زي بعض إحنا حابين نظهر الكفاءات وطموحكم ونقدر نجاحكم اللي أنتوا عاملينه على الأرض. خلينا بعد العيد ان شاء الله نظبط حلقه واثنين ان شاء الله، ونعرض بعض المنتجات لمصنع الشامي ان شاء الله. شرفت بوجودكم معايا النهارده، وسعيد بوجودكم فعلا معايا. شكرا يا استاذ محمد. احبائي الكرام، دمتم في امان الله، كان معكم سيد يوسف.